الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. إلى مسند أحمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا زيد مع عبد ربه قال حدثنا بقية بن الوليد. بقية بن الوليد تعرفون بقية بن الوليد هو ثقة، لكنه تعلمون أنه يدلس تدليس تسوية. حديث بقية ليست نقية، فكل منها على تقية. قال حدثني شيخ من قريش، وقال حدثنا، هو صرح بالتحديث لكنه يعني أتى بهما مبهما مجهولا، والجهالة تضر بالسند. عن رجاء بن حيوة من الثقات الأثبات، عن جنادة بن أبي أمية أيضا من الثقات، قال عن يزيد بن أبي سفيان قال قال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. الحديث هنا إسناده صحيح لولا جهالة الشيخ. حدثني شيخ من قريش، فقال أبو بكر هنا أو يزيد بن أبي سفيان يقول قال أبو بكر حين بعثني إلى الشام: يا يزيد، هو أخو معاوية خال المؤمنين، يعني يزيد خال المؤمنين أيضا، قال يا يزيد إن لك قرابة عسيت أن تؤثرهم بالإمارة. شوف انظر، وهذا تحذير كبير في هذا الباب. العرش هو الذي يجلس عليه، هو العرش في عرف الناس هو الكرسي الذي يجلس عليه الناس، عرش الملك عرش الملك، لكن عرش الله جل في علاه هو العرش الذي استوى عليه الله جل في علاه، الرحمن على العرش استوى. فقال لك قرابات، انظر هنا الى التحذير واللهجة الشديدة، لان هذه من علامات الساعة، لك قرابات عسيت ان تؤثرهم بالإمارة وذلك أكبر ما أخاف عليك. شوف قال وأكبر، هل فيها دلالة أنه يقع في كبيرة في هذا الباب؟ سنرى كيف تكون كبيرة. قال وذلك أكبر ما أخاف عليك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ولي من أمر المسلمين شيئا فأمر عليهم أحدا محاباتا فعليه لعنة الله، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا حتى يدخله جهنم. ومن أعطى أحدا، فمن أعطى أحدا حمى الله فقد انتهك في حمى الله شيئا بغير حقه، فعليه لعنة الله أو قال تبرأت منه ذمة الله جل في علا. هذا فعل لا يرضى عنه الله جل في علا. هذا الحديث، وإن كان الحديث إسناده ضعيف، حديث في إسناده ضعيف فيه بقية، وبقية هنا ليس هو علة الحديث، مع أن لما ترى بقية لابد أن يأتيك الإضاءة بضعف الإسناد، وهذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. علة الحديث جهالة الراوي شيخ من قريش، وحقيقة الأمر معنى الحديث قد جاء في أكثر من رواية كما سأبين. والحديث أخرجه الحاكم من طريقين، من طريق بكر بن خنيس عن رجاء بن حيوة بهذا الإسناد، وصححه الحاكم، ولكن الذهبي تعقبه وقال بكر قال الدرقني متروك. وأخرجه المروزي من طريق الوليد بن الفضل العنزي عن القاسم بن أبي الوليد التميمي عن عمرو بن واقد القرشي عن موسى بن يسار عن مكحول عن جنادة به، وهذا إسناد أيضا فيه ضعف لأن عمرو بن الواقد ضعيف جدا. والوليد بن الفضل قال ابن حبان في المرجوحين يروي المناكير التي لا يشك من توحر في هذه الصناعة أنها موضوعة، ولذلك الجناية تعصب به هو، الجناية تعصب به هو، ولا يجوز الاحتجاج به حال الانفراد، وهو الوليد ابن الفضل، فالجناية تعصب به هو. نعم. وفي قول هنا قال يا يزيد هو أمره، دلالة على ثقته فيه، وكما قلنا الصحابة جميعا أهل فضل وأهل كرم زكاهم الله من فوق سبع سماوات. أما ننتهي من الدرس يا أكرم، أما ننتهي من الدرس، أنت الآن في عبادة، والتأخير عن أول وقت ليس فيها شيء عليك. فقال له لعل لك إن لك قرابات عسيت أن تؤثرهم بالإمارة، وهذه فيها دلالة على أن المحاباة تسقط الأمة، وده اللي بيحصل، اللي بيحصل في الأواسط الملتزمة. أنا أنادي كل الأواسط الملتزمة خليهم كلهم يحاربوني يقتلوني، مفيش مشاكل. الأواسط الملتزمة كلهم يطبقون هذا الحديث، كلهم يقدمون الولاء على الثقة، كلهم يقدمون من يطبل أو قل من يوافق أو قل من يصوت على هم عليه على الثقة، كلهم بلا استثناء، وكلهم يطبقون الطريقة البوشية بطريقتهم دون أن يقولوا من وافقنا فهو معنا ومن خالفنا فهو عدونا. مش معنا، فهو عدونا، من وافقنا فهو معنا ومن خالفنا فهو عدونا. لذلك قال لعل لك قرابات عسيت أن تؤثرهم بالإمارة
وذاك أكبر ما أخاف عليك، يعني وقع في كبيرة ستأتي له بالمهالك، ستأتي له بالمهالك. قال وذلك أكبر ما أخاف عليك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ولي من أمر المسلمين شيئا فأمر عليهم أحدا محاباة فعليه لعنة الله، فعليه لعنة الله. وهنا ورد حديث أيضا في مسند أحمد في شمل الضعف، قال من استخدم أحدا وغير أحق منه أو أحب إلى الله منه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، يعد ذلك. وورد موقوفا بسند صحيح آيات الراقية طريق البوشية، من وافقنا فهو حبيبنا من خالفنا فهو عدونا. وورد بسند صحيح عن عمر بن الخطاب أنه قال من استعمل أحدا وغير أحق منه أو أحب إلى الله إليه منه فقال فلا يزال أمرهم في سفال. والآن الواقع يشهد لذلك. قل لي أمر الأوساط الملتزمة فين؟ قل لي بالله ومن لي عيني وأسعد قلبي أين هم؟ أين الأوساط الملتزمة الآن؟ أين هم؟ بالله فهمني وقل لي، وقل لي يا جاهل يا مغفل، لو لو لو, لو سكت بجهلك لنعلمك، ده احنا في المعالي اقول كذبت عيني وروحي وقلبي ولساني وتمنيت الاماني واني اريد ان اكون معكم في اماني، مش تهاني واماني، انا اريد ان اكون صادقا وان تكونوا كذلك. فان الكل يفعل هذا، ياتي يجعل الرجل ياتي به يدرس ما درس على شيخ كتابا كاملا، ما انتهاش بخمس ورقات اتقانا، ويقولون وأمتع من يشرح كتاب كذا وكذا، وألمع من تصدر ليدرس المركز الفلاني كذا، وأنفع وأنجع وأنقع وأقشع. وخذ بقى هذه الألفاظ على ما احنا نعيش الآن، امرأة غير مع امرأة أخرى غير، قالت لها شوفي 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 فلان فلان ده أعلم أهل الأرض، ده بيسرد العلم سردا سردا، والرجل عنده انحراف عقدي وليس له إتقان أصولي ولا قواعدي. لكن هي المسألة النسوان تأتي لك بإيش؟ بعدم العقل والنسيان في هذا الباب. وبعدين أصلا في جماعة مختصة بذلك وجماعة أخرى شابهتها في هذا الباب بيجندوا جنود يا في النت بغير النت، اسمهم أولاد الشوبش، جاء أعلم أهل الأرض، جاء أعلم الأرض، وهذا عندنا هذا أعلم الأرض، وهذا الذي يقال في هذا الباب، وسقط الجميع وضاع. يا جماعة اتقوا الله، أنتم تعاملون دين الله، أنتم تعاملون دين الله، إن لم تنصروا دين الله جل في علاه وتحكم فيكم الهوى فإن الله يجعل فيكم الهوى، ومن هوى تردى بالهوى، ومن هوى تردى بالهوى. يا عم خليهم يقطعوا رقبتي بآيات، ما أنا 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 لهم، عرضي لهم ورقباتي لهم، بس ينفعوا، بس يتقوا الله ويأخذوا بالنصيحة ويعملوا. من أول ما حدثت المشكلة والفتنة الكبيرة نصحت الجميع، الجميع، والجميع عداني وقال لي يا ابني أنت بتغير بعيد عن السرب، قلت ما في سرب أمامي أصلا، لا أرى سربا، أراكم مهدمين لكل أصول بنيتموها من سنين وما أحد يسمع. والآن هو الواقع يكشف عما تحت وعما فيه، ونحن الآن متحكم فينا في كل شيء. فلذلك أقول إخوتي الكرام، قال له من ولي من أمر المسلمين، جاء عمر بن الخطاب قال من استعمل أحد وغير حق منه أو أحب إلى الله منه، قال فلا زال أمرهم في سفال. ولذلك ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له متى الساعة؟ متى الساعة؟ قال إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة، إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. يبقى في مجموعات اسمها مجموعات إدارية، هي اللي تقول هذا يدخل البلدة يتكلم وهذا لا يدخل، وهم والله لو باعوا جيلاتي على البحر ما هيكسبوا. فالأمر هنا ظاهر قاهر باهر في هذا الباب، قال إذا وسد الأمر إلى غير أهلي فانتظر الساعة. لذلك برعوا ونجحوا وتملكوا الدنيا في 25 سنة، وضعوا الرجل المناسب في المكان المناسب. تأتي عائشة، أبو بكر رجل أسيف، مر عمر، قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. تأتي حفصة، إن أبا بكر رجل أسيف، مر عمر، قال إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. يضع الشيء في موضعه، هل لا تركتم لي صاحبي؟ قال صدقت وقلتم كذبت، فما رؤي أن يعاتب بعد ذلك أبو بكر. قال له قال لي اقتص مني، فقلت لا اقتص مني، قال نعم
بل قل يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. يعرف الرجل المناسب في المكان المناسب، يضع الرجل المناسب في المكان، هذا هو سر النجاح، هذا هو سر التقدم، هذا هو سر التملك. نحن كلنا عصاة، ليست التقوى وحدها التي ترفع القوم ولا العبادة ترفع القوم، لابد من علم راسخ، ولابد من يد في يد، ولابد من تطبيق الشرع وتطبيق السنة بحذافيرها. والسنة تجمع والبدعة تفرق. لا ميع جمع، لا القاعدة البوشية من وافقنا فمعنا وخالفنا فهو عدونا، لا التلون، احذروا التلون، قال إياك والتلون في الدين، الحق واحد غير متعدد. فقال من ورى من أمر المسلمين شيئا فأمر عليهم أحدا محاباة فعليه لعنة الله، كبيرة ليس من أجل، فعليه لعنة الله، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدنا حتى يدخله جهنم. شوف انظر هنا، هنا الوعيد الشديد والتهديد الأكيد بهذا الكلام يدل على نادي كبيرة من الكبائر العظيمة. ولذلك أنا نصحت شيخا من الشيوخ، قلت له اسمع، أنا ما أراك إلا تقدم كل من يوافقك في القول، وكل ما تراه ما يعني يتكلم بقولك، وهذا في خطر عظيم. فقلت له حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من استعمل أحد غير أحق منه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فهو صراحة أحمر وجهه. قلت له حديث ضعيف ففرج عنه. قلت له خذ. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال فلا يزال أمرهم في سفاه، لكن لم يأخذ بالنصيحة، لم يأخذ بالنصيحة. نعم ربي، حفظه ربي شيخ عبد الرزاق، شيخ عبد الرزاق البدري هو الذي قال لي ذلك، لما قال لي تشرح المهذب، قلت له نعم، قال المهذب هذا مرجع، ممكن هو حتى لا يتذكر ذلك واحنا في دبي، قال لي أي كتاب تريده أنا تحت أمرك، أنت أوثق واحد مصري رأيته، تعجب من شرح المهذب، لا ما تتعجب، المغني على الأبواب فضل الله يرفع عليه، والتنبيه على الأبواب فضل الله يرفع عليه، أبشر خير، لعل الله تعالى يفتح لنا يعني في هذا الباب، والحمد لله كتب الستة أنتم ترون، نحن الآن في المسند والمسند والموطأ. قال لا يقبل منه صرفا ولا عدل، وهذه دلاله على انه واقع في كبيره جدا، لانه يفسد في الامه، سيضع من 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 من, من تضيع الامه به. شوف ايش قالت المراه، يا ابت استاجرنا خير استاجر ما استاجرت القوي الامين، وهذا الذي فعله. شوف كان اعلم برجال منه ابو بكر، فوضع ابا سليمان خالد بن الوليد في مكانه، لما نحاه عمر بكى والله جل في علاه وضعه في مكانه. قال ما أفعل لخالد، إن خالدا يؤمر نفسه، وكان أبو بكر أعلم مني بالرجال. ضعوا الرجل المناسب في المكان المناسب وانظروا ما الذي يكون بعد ذلك. نعم. قال ومن أعطى أحدا حمى الله، يعني من يسر عليه أن ينتهك حرمات الله جل في علاه، فقد انتهك، من أعطى أحدا حمى الله فقد انتهك في حمى الله شيئا بغير حقه فعليه لعنة الله، أو قال تبرأت منه ذمة الله جل في علاه. وهذا وعيد أيضا شديد، لأنه من حمى الحمى يقع فيه، ومن وقع فيه يهلكه، إلا أن يكون عبدا موفقا مسددا قد رقاه الله لمنزلة الربوبية، كلما سقط يرتفع، كلما سقط يرتفع، كلما سقط يرتفع، إن الله يلهمه الأعمال الصالحة. فإذا مخالفة التأصيل ووضع الرجل في غير وضعه المناسب ضياع في الأمة وهلاك، وفيه المحاباة على دين الله جل في علاه، ولا تصح المحاباة على دين الله، ولا يقبل الله المحاباة على دين، لا يقبل الله المحاباة على دين. فإياكم ثم إياكم أن تفعلوا ذلك. الفوائد المستنبطة، نصيحة ولي الأمر للرعية، هذه واجبة عليه، نصيحة ولي الأمر للرعية ولمن أمره بالذات، المحاباة في دين الله جل في علاه فساد في الإيمان ومآل الأمة به إلى الخسران. أعظم النصيحة ما كانت بالنص وكانت من القلب، أعظم النصيحة ما كانت بالنص وكانت من 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 القلب. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، فذافقون كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا، وتلك عقيدة السلف النقيا، فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيي.